ايه المحفظه فاضيه؟ مفيش اي مشكله، حياتي النهارده بدون راس مال. طيب بما ان المحفظه دي اصلا فاضيه فاحنا ممكن نستخدمها استخدام تاني زي ده. انا عملت ايه دلوقتي؟ هتفهم الموضوع كله بسيط جدا وطريقه بسيطه جدا من طرق الافلييت اللي موجوده عالميا ومشهوره واتشرحت قبل كده اعتقد، مع مش عارف بس عامه يعني هي الطريقه دي حلوه وعجبتني جدا فحبيت ان انا اشارككم الطريقه دي واستخدمها كذا حد حتى انا استخدمتها، ولكن هي طريقه حلوه وبسيطه جدا فخلينا كده نركز مع بعض. الافلييت هو انك تاخد رابط منتج، رابط منتج مثلا من سو.كوم، من امازون، من جوميا، من اي موقع من مواقع العالم كله بتاعه التسوق يعني عامه، بتاخد الرابط ده وبتحطه في الافلييه. هفهمك الدنيا دي بس في الاخر تمام. المهم انك بتاخد رابط الافلييه ده وبتشيره على السوشيال ميديا، واي حد بيشتري من الرابط بتاعك بتاخد نسبه معينه بتوصل من 5% ل 10%. كنا اتكلمنا عنه في حلقات قبل كده، ولكن خلينا نتكلم عن دي طريقه معينه من طرق الافلييه، فلازم افهمك يعني ايه افلييه في الاول عشان الناس اللي ما عندهاش فكره عن الموضوع. طيب الناس كلها عارفه ازاي تعمل حساب في اي موقع من مواقع الافلييه، ولكن بغض النظر عن النقطه دي وهنشرحها في الاخر برده، خلينا اقول لك الفكره بتاعت النهارده. انا بس جاي اقول لك فكره حلوه جدا من الافكار اللي تخليك تبيع كويس واللي تخليك تبيع اكتر من المنتجات. انا اعرف ناس على فكره يا جماعه يعني بجد بتعمل 500 دولار في الشهر واكتر من كده بمراحل من الافلييه تمام. فلو عايزين حلقات اكتر عن الموضوع ده اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه كنت مره تشوفني عشان توصل لك الحلقات، فعل الجرس عشان يوصل لك الحلقات اول ما هتنزل، وبس اهم حاجه انك تعمل لايك للفيديو، دي اهم حاجه. الفكره دلوقتي لما انا صورت المنتج ده ونزلته مثلا على الفيسبوك او نزلته على OLX مثلا كحاجه، مثلا مش لازم تعمل اللي انا بقوله بالظبط، ده حاجه مثلا تسويق، ممكن اسوقه على فيسبوك، ممكن اسوقه على OLX، مش هتعمل اعلان ممول، مش هتعمل اي حاجه، الموضوع ده بدون راس مال تماما. كل اللي هتعمله انك تمسك مثلا انت اشتريت حاجه جديده زي مثلا المحفوظه دي، او مثلا اشتريت كاميرا جديده، او مثلا اشتريت مايك جديد، او اشتريت موبايل جديد، او اشتريت اي حاجه تمام، اي حاجه عامه الكترونيه او اي حاجه انت تقدر تدي تقييم على الحاجه دي. مثلا كاميرا جديده انت اشتريتها، انت ممكن تقول تقييم الكاميرا دي كويسه جدا، بتعمل كذا 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 كذا، الكاميرا دي تقول المواصفات بتاعتها ممتازه جدا، عجبتك انت شخصيا، استفدت منها، خلاص هقول لك تعمل بعد كده. ولكن مثلا ندي مثال ده، لو انت اشتريت مثلا مايك جديد، حاجه الكترونيه، المايك ده مثلا صوته كويس جدا يا جماعه، ممتاز، مش عارف ايه، تمام، انت استفدت من المايك، تقول طبعا رايك بصدق، استفدت من المايك تمام مفيش اي مشكله، خلاص هتعمل ايه؟ تبدا في المرحله الثانيه، مرحله تصوير المايك او تصوير المنتج ده، هتصور المنتج ده وتنزله على مثلا فيسبوك، في شوب كده في الفيسبوك هوريه لك دلوقتي هتلاقيه قدامك. الشوب ده انت ممكن تحط عليه اي منتج انت عايزه وتبيعه، ولكن انت مش هتبيع، انت اكيد مش هتبيع المايك اللي انت اشتريته او مش هتبيع الكاميرا اللي انت اشتريتها. كل الفكره انك هتاخد مثلا المايك ده وتصوره، المايك ده يا جماعه جديد، المايك ده رايي فيه كذا كذا كذا، مثلا صوته كويس جدا، بيشتغل على الكاميرات وعلى الموبايلات وعلى كذا كذا، المايك ده ممتاز كده، انت قلت رايك. هيجي اي شخص عايز يشتري المايك ده هتقول له اتفضل ده رابط شراء المايك. طب هو اصلا ليه هيجي يشتري مننا الحاجات دي؟ لان الانسان شكاك بطبعه، اي شخص في الدنيا لما يجي يشتري اي منتج الكتروني بيبص على التقييمات دايما، او مش دايما، ممكن اصلا انه يكون شاكك، او يعني دايما الناس بتشك في الحته دي، انا شخصيا بشك فيها ان يكون التقييمات دي تقييمات مش حقيقيه، ممكن يكون صاحب الشوب ده او اللي نشر المنتج ده على سو.كوم هو اللي يكون نشر التقييمات دي، هو اللي يكون عامل كذا اكونت وكاتب التقييمات دي تمام، ممكن كذا حد يكون عامل كده. فانت ليه تعمل وليه تتعب نفسك؟ فانت ممكن انت لو اشتريت منتج معين المنتج ده مش عليه تقييمات او عليه تقييمات ممكن تكون فيك، انت ممكن تكون انت مصور المنتج ده ومستخدمه وتقول رايك فيه وتنزله على فيسبوك او تنزله على اول اكس وتبدا تعيد بيع المنتج ده عن طريق الافلييه بس، وبتدي له رابط الافلييه بتاعك وبيشتري المنتج ده، لان انت يعني حقك خدته ازاي في انك هتاخد فلوس مقابل تقييمك للمنتج، انت قيمت المنتج جربته، الراجل هيستفيد من الحته دي فهيشتري المنتج على طريق الافلييه بتاعك. فكره والله العظيم ممتازه جدا، كذا حد استخدمها قبل كده وانا شخصيا بستخدمها وحلوه جدا ما فيهاش اي مشكله. طبعا الموضوع ده ما اظنش ان هو هيكسبك مبالغ تمام، بس على فكره هيجيب لك مبلغ شهري كويس جدا، انا شايف ان هو كويس، وانت لو اشتغلت على الموضوع ده شويه هتجيب فلوس كويسه جدا منه. الافلييه يا جماعه من احسن الحاجات، وانت بس ممكن ما تشتغلش محتوى عربي، تشتغل محتوى اجنبي، ممكن تشتغل محتوى اجنبي انك تعمل فيسبوك اجنبي مثلا وتبدا تشتغل على محتوى اجنبي، اشتغل محتوى خليجي، الموضوع ده شغال جدا، يعني انت ما تبداش او ما تحطش في دماغك حته محتوى عربي بس او محتوى مصري بس تمام، انت ممكن تشتغل باكتر من حاجه تمام. فانت فكر في الموضوع اكتر من مره وما تعملش اللي انا بقوله بالظبط، ممكن تسوق على تويتر، ممكن تسوق على اي حاجه تانية مش لازم فيسبوك بس، انستجرام الناس بتسوق فيه برضو. فيعني حاول تغير من اللي انا بقوله، انا قلت لك الفكره وانت حاول بس انك تشتغل عليها تمام.
بس كده، الموضوع بسيط جدا. اما عشان بس الوقت ما يطولش، فكره انك ازاي تعمل اكونت افيليه على اي موقع، لو كتبت على يوتيوب هتلاقي الموضوع موجود، سهل جدا انك بس ازاي اعمل اكونت افيليه على امازون، ازاي اعمل اكونت افيليه على تسويق بالعموله على مثلا سوق.com او جوميا. الموضوع بسيط جدا، ده بس بتعمل اكونت عادي جدا زي اختصار روابط، الموضوع سهل، فيعني مش محتاج ان انا اشرحه واطول في الفيديو اكتر من كده. وبس كده، اتمنى لو الفيديو ده عجبك والفكره دي عجبتك وهتشتغل عليها، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه كل مره تشوفني، فعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. لو عجبتك نوعيه الافكار والحلقات دي اعمل لايك للفيديو وقول لي في الكومنتات تحت عشان ابدا اعمل حلقات تانية زيها. وبس كده، شكرا جدا لك عم شوف الفيديو الاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا من الحلقات Oh,